ولكن كالعادة قبل ما نبلش بأي فيديو بهاي القناة ما ننسى الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وخلونا نفوت بالفيديو على السريع. وهذا الهدف اللي سجله مارديك مارديكيان تقريبا ببداية المباراة، وأيضا هذا الهدف كان يحسب لمحمد الحلاق اللي ظل قاتل على الكرة واعطاها لمارديك مارديكيان، اللي ايضا مارديك مارديكيان هو اللي بنى هذا الهدف وقطع الكره من بدايه الهجمه. مارديك مارديكيان ما شاء الله لاعب متالق مع الاولمبي لما جابوه على بطوله الجزائر الدوره العربيه، حاليا ايضا قام يبدع ويمتع مع منتخبنا الاول بتسديده جميله سجلها مارديك مارديكيان. اما الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني فكان عن طريق ياسين ساميه اللي بصراحه اليوم قدم مستوى جيد نوعا ما، عن طريق راسيه من ركنية ركنها محمود المواس وياسين سامية ارتقى بشكل جيد ونطحها في شباك ماليزيا. طبعا هذا الشوط الأول كنا متقدمين به شوي، لكن بالشوط الثاني أصبح الضغط كله ماليزي، فإذا كان بالشوط الأول منتخبنا مركز 50% بالشوط الثاني خلاص فقدنا التركيز كامل، والمنتخب الماليزي شكل خطورة كبيرة على مرمانا وقدر يسجل هذا الهدف. هذا الهدف ركزولي عليه جيدا، عمرو الميداني كانت الكرة عندهم، انا جبت لكم الهدف من بدايته، عمرو الميداني وقف قدام الحارس مشان على اساس يرجعون لاعبينه، هو لازم هو اللي يرجع لانه هو قلب دفاع، والان شو ومثل ما قام تشوفون امامكم الكره والهدف اللي تلقيناه من ماليزيا من جهه عمرو الميداني، رجعوا كل لاعبين ماليزيا وعمرو الميداني قام يتمشى على 100 مهله اعطاها عن طريق كره طوليه ورا عمرو الميداني اللي لسه ما رجع اللي لساته يتمشى وقدر ينفرد بحارسنا ويحط هدف لصالح ماليزيا. بس والله هذا كان فيديو اليوم، لا تنسى تحط لايك واشتراك، وانتظرني بعد قليل ان شاء الله راح نطلع ونتكلم عن هاي المباراه بالتفصيل بقناتي الثانيه اللي اسمها على اليوتيوب الرسميه. بس والله هذا كان فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.